بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدة الوزراء والرفيقة العزيزة شرفت الهلال الوزيرة المكلفة بقطاع الماء. نرحب بك في هذا اليوم المبارك بين رفاقك وبين أهلك، تعتبر نفسك أنك بين أهلك وفي الدار ديالك، دار حزب التقدم الاشتراكية اللي كنسميوها احنا، وكنطلبوا منك السماح على تحملك مشاقة الطريق بالخصوص في هذا الجو، هذا اللي هو جو ممطر وصعب. ومرحبا بك بين الإخوان الرفاق الحاضرين، مرحبا ومرة أخرى مرحبا. سيدة الوزيرة، كنشكروك على الكلبية ديالك الدعوة، وتنتمناو هذه الزيارة تكون زيارة موفقة إن شاء الله، وهذه الزيارة اللي داخلة في إطار التواصل ما بين القيادة والقاعدة إن شاء الله، باش نخرجوا إن شاء الله نكونوا موفقين في هذا اللقاء، هذا اللي هو في لقاء هذا العشر الكبير اللي هو الحمد لله تجمعنا وكنفرحوا جميع به. السيدة الوزيرة المحترمة، الناس كلهم بدون استثناء، الناس كلهم ديالنا كلهم تقدم الاشتراكية، ما كاينش واحد مخلطنا، حنا ملي كنتجمعوا كنكونوا بيل، ما تنكونوش مخلطين، كنكونوا بيل يعني صافيين. والان الحمد لله من النهار اللي كنا واحد الوقت تيجيو القاده ديالنا لهذه المنطقه، والسكان من طبيعه الحال كيطلبوا منهم مصالح، بنيه تحتيه، الله يخليكم التليفونات، بنيه تحتيه ضعيفه ربما منعدمه. كنا كنقول لهم انا ذاك احنا غير في المعارضه، ايوا الان قلت الحكومه عاد قلنا لك، والان احنا في الحكومه الحمد لله الوزراء ديالنا راه خلاو البصمه ديالهم في المنطقه هذه، بدءا من وزير السكنه، وزير الاتصال اللي كان وزير الاتصال، وزير الصحه، الحمد لله انت اللي هي مكلفه بقطاع الماء. كان نذكر الاخوان ربما غادي يحاسبونا، عطيو الحساب شويه منه من دابا نيت، انه كان واحد الوقت القناه لا الاولى ولا الثانيه ما كتقبض في هذا الجبل هذا، والحمد لله الناس ديالنا ووزير الاتصال انا ذاك الرفيق العزيز ديالنا اللي تنحييه من هذا المكان هذا، نبيل بن عبد الله، هو اللي وقف على راسه تولات القنوات التلفزيونيه كتشد في هذا الجبل هذا. وغير بعيد من هذا يعني في زمن قريب كان عندنا هنا البروفيسور الوردي وزير الصحه، عند هنا وتغدى معنا هنا وحضرت معاه وطلبت له دار الولاده،
هو تنس في الطبقة الأولمبية دار الولادتين في الدفيعة، راه خدامين في البلانات وإن شاء الله في القريب غادي تنجز دار الولادة. والصديقة العزيزة ديالنا حتى هي مكلفة بالماء، غادي نكلفوها حتى هي بالماء، راه دارت البيري ديال كيسيلي راه إن شاء الله كاين، هي وعدتنا قبل 15 الشهر الجاي غادي يبدا العمل. والآن السيدة الوزيرة كيدير لكم قبيلة مع السيد العامل أنه هذا البراج هذا، قبل ما يكون هذا البراج هذا كانوا الناس يديروا البحاير ويسقيوا الزيتون ويعمروا الطافي ويديروا البشنا ويديروا الدرا ويديروا، وملي بغى يدير هذا البراج الناس كلهم استبشروا خيرا. حنا بلا يعني بلا ما نزكيو نفوسنا ساهمنا باش يكون في هذا البراج وجرينا واحد العدد ديال السؤالات واحد العدد استبشروا كلهم خيرا، لان هذا البراج غادي يزيد من يعني من الرفاهية ديالهم ومن الخيرات ديال البلاد، وإذا به كيسمح العكس بالعكس ماشي انت حنا راه ما عندناش حتى شي مسؤولية. البراج فعلا غادي يجي بالخير، ولكن هنا واحد عام ولا ملي تسوقوا القنوات تسوقوا، ولكن حنا في انتظار ما يتسوقوا هاد القنوات ديال الري أو ديال الماء الصالح للشرب اللي يمكن يستغل الإنجاز ديالهم سنة أو سنتين. حنا هاد الناس كيطلبوا منا تيقول لك اودي حنا بغينا يطلقوا لنا الماء في السواقي كما كان، راه حتى ما يتصوب هذا الشيء وديك الساعه حد حنا عندنا واحد كما قلت لك قبيله مع السيد العامل عندنا واحد العرف هنا في مجوده وفي مجات وباسيت المال وخروبه كنقسموا الماء، يمكن الناس ديال مجات كاينين هنا ما عرفتوش كاينين كاينين هنا مجات وكاينين وكاين خروبه، يعني هذو ثلاثه القبائل الكبار انفو مرسو ديال الاقليم. هاد الناس كانوا كيقسموا بالعرف، مجوطه تاخذوا واحد النصيب ديالهم، قدميوه تاخذوا، مجه تاخذوا وفلوكه تاخذوا، والان هذاك الشيء ما بقاش، الى درجه ان الناس تيقول يا ليت هذا البراج كاع ما كان، كنا احسن من غير البراج. ربما هذا خطا، ولكن هما تيشوفوا الوقت الراهن فاش كيعيشوا. ودابا كنطلب منك انا بلسانهم وبسميتهم باش تشوفي لنا شي حل، تعطي التعليمات ديالك للمسؤولين في مراكش باش على الاقل يطلق لهم الماء يرجع كما كان في السواقي، باش يقدروا يعني كما كان الحال قبل بناء البراج باش يستعملوا الماء، لان دابا راه عشنا هنا شي سنوات هنا بصراحه من نهار اللي تبنى البراج وحنا في الجفاف، هذا الامور يعني عكسيه. الوقت اللي خصنا نكون البراج مقاد بالماء والناس ما عندهم ما يشربون، شيء غريب. حنا الان كنطلبوا منك وباسم هذا السكان وكاين هنا اللي كيمثلوا الناس ديال الماء، ربما غادي ياخذوا الكلمه ويطلبوا لك اش غيطلبوا لك، هما اللي كيفهموا في هذا الميدان اكثر، هما اللي كيستعملوا الماء اكثر، باش تعطي التعليمات ديالك كيف قلت لكم ان شاء الله باش الماء يتلقى لهم يرجع كما كان، حتى ما يتسوقوا على القنوات. هذا هو اعتقد المطلب، وكاين مشاكل اخرى بعض الدواوير، هذا دوار السوبير، هذا دوار خاصو هذا هذا هذا، هذه المشاكل كلها كاينه، راه شي وحدين عطاوك الطلبات ديالهم ومنهم هذا ومنهم تقول لك الله الله يخليك يديروا من الاسبقيات، هذا ديروا من الاسبقيات، ها وانت راك قلتي بنتي شخصيا باش ان شاء الله يكون هذا الشيء. باختصار اللي بغينا نقولوا لان الجو ممطر والسيد الوزيره باقي تبع الطريق الرباط الناس ديال إمازان اللي تنقول لهم حنا او اللي بغى يهضر اللي بغى يتكلم مرحبا. السيد الوزيره اللي عنده شي حاجه في المشكل ديال الماء من غير الشطو، الشطوات راه قالت لك ماشي اختصاص ديالها، حتى الشطوات الجماعه اللي عنده شطو الجماعه نصوبوا ليه حنا برمجنا شحال من شطوات. السواقي والقاضيه ديال البراج يعني مسؤوله على البراج وعلى الماء، وهي حكومة صاحب الجلالة هي معنا دابا مجال مفتوح اللي بغى يسول على شي حاجة، ولكن غير اللي بغى يتدخل يكون مختصر ويدير في باله أنه راه سيد الوزير باقي تبع الطريق وراه الجو كد ما تشوف الجو كي داير يكون غير خير مجال ديال الماء، مجال ديال الماء
يمازل وما الا ما يمازل جيو هنا باش نشوفوا المشكل ديالكم واش راه وفي حتى اللي بغى يهضر من الحضور اللي بغى يقول شي حاجه مصطفى السلام عليكم عطيما مصطفى خلصتي بالله مرحبا بك اشنو المشكل ديالكم احترامتي سعيد الوزير المجازيك بخير سي حسين احترامتي لكم نعم سيدي مشرفين شرف لكم عظيم سيد الوزير اللي عندنا المهمه سعادتي هي قضيه الماء الماء حنا فلاحه الماء كناخذو حنا ومزودو قد مفارقين ومثالثه كل كان دي فيه كل سميتو كل خمس ايام للربع 15 يوم خمس ايام عند فروقه خمس ايام عند مجاد خمس ايام عند مزوده خمس ايام عند قدميوة هذا الشيء اللي عطى الله دابا ملي كان السد عجز علينا الماء مابقاش كنوصلنا الماء هذا هو المشكل اللي بغينا نطلبوا الله يجازيك بخير ديروا لنا شي حل باش الزيتون مشى الغرس مشى مابقاش عندنا الزيتون الزيتون دابا مات احنا فلاحه صغار كنحرطوا الزرار كنحرطوا القمح كنحرطوا سميتو الله غالب دابا تكونوا سيارة الحكومة ديال سعيد الجلا شوفوا الحال ديال هاد الناس راه غير فلاحة ما عندنا شي حاجة من غير الفلاحة هادشي اللي كنشتاقوه هو الله يحفظك الله يعطيك الصحة صافي الحاج يعني ما كانش يقول راه حكيت الطلاق ولا هذا راه هي غادي تاخذوا معنا الاعتبار اللي عندهم شي حاجه اخرى يقولوها وهي راه كتشرح واحد الوقت هو عضو حتى الطلاق ولكن غير الطلاق غير الماء هو حياه والماء هو معيشه ديال المواطن اللي مع هذه المنطقه كاين الماء وصناعه الفلاحه وصناعه التربيه هي المعيشه ديال المواطن في المنطقه. حلو فلاحه هي وقفه الجفاف منطقه لاشانترو وصناعه التربيه حتى هي من الماء راه حتى هي واقفه. وين بعض هو كيما قلنا راه كاين هو اللي هما واقفين من الماء راه بدات التسجيل هذه راه السيد الرئيس راه عايش مع دابا كاين السقيه يا فوق العمر ديالها ديجا على حسب الفلاحه على حسب الفلاحه ان شاء الله فوق الغريبي هذه المنطقه هذه الفلاحه عطات عام ثاني شي تقريبا خمسه البيران اللي هي فوق السقيه ما وصلش الماء حلو على حسب الفلاحه من هنا غنطلع من هنا تعيش الناس القضيه ديال في صناعه التهيئه راه كلشي من الماء راه القضيه واقفين من الماء الله يجزيكم بخير ان شاء الله ديروا لنا في بالكم ما تنساوش كاين لا تهضر على اسميتو على يعني ما من على حسب الخدمه الفقر ديال البطاله كاينه بيطاله عندنا في المنطقه مناش من الماء والصناعه اللي هي وقفت بيطاله راه كاينه اذا تزاد واحد العام عامين عندها راه غادي تولي تشفرت مباشره الحمد لله المنطقه عندنا كاينه في لحظه كل الصناعه التقليديه الناس عندنا راه واعيين صغارين كاين الناس الحمد لله بخير ولكن الا كاينوا هذه ان شاء الله نحكوا الله يجزيك بخير